أطلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قافلة صندوق تحيا مصر تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية، محملة بمختلف المساعدات الإغاثية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق. وأشار مدبولي إلى أن القافلة الشاملة تحتوي على مختلف المساعدات الغذائية والطبية بما يلبي الاحتياجات الفعلية والحقيقية لأهالي القطاع، وذلك بالتزامن مع استمرار المساعي المصرية بقيادة الرئيس السيسي مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.